وادي يا سيدي القهوه اللي احنا هنقعد عليها. اوكي. ايه ده سعيد؟ اللي قاعد على القهوه ده انا عارفه. لا 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 لا، ايه ده؟ مش ده اسمه عم بلال اللي ساكن هنا معانا في العماره؟ ايه ده؟ انت افتكرته ازاي؟ هو صح؟ اه. ده كبر جدا. مش هتصدق انا افتكرته ازاي. ازاي؟ انا افتكرته من حواجبه. هو نفس القعده دي كل يوم وبيقرا نفس الجورنال وغالبا نفس العادات. جود ايفنينج. اهلا. ازيك يا عم بلال؟ انا مصري، انت مش فاكرني؟ مش لما تفتكرني انت الاول. وبعدين انا اسمي هلال مش بلال. هات لك كرسي واقعد. اكسكيوز مي. اهلا يا مصري، عرفت انك انت وصلت بالسلام. يا بقى مش فاكر عمك هلال يا هلال؟ ده انا اللي مطهرك في ايدي. تضحك على ايه؟ ما انا مطهرك انت كمان. ازيك يا مصر؟ فاين ام فاين. ازاي يا ابو؟ عم هلال ماي داد ميت دلوقتي، كان نفسه يجي يعيش هنا في اخر ايامه بس ما لحقش بقى. انا بستغرب على الناس دي، الواحد منهم يهاجر ويضيع عمره بره وفي الاخر يقول انا عايز ارجع بلدي عشان اندفن فيها، كأن البلد دي قرافه كبيره. الله يرحمه كان راجل طيب. ما قلتليش بقى، ناوي تدفن هنا ولا بره؟ انا من ساعه ما جيت وانا متبهدل على الاخر خالص، عشان كده ناوي ارجع امشي. لما تمشي يا اخي حد ماسكك؟ انت ماسكه يا سعيد؟ مش ماسك، امشي براحتك. ولا اقول لك امشي انا. السلام عليكم. ما تزعلش منه يا مصر، عادي يعني، هي جت عليه هو. بقى بيعمل ايه دلوقتي؟ زي ما هو على حطة ايدك، عنده الاستوديو الكبير بتاعه واللي في التحرير. يا تشرب شاي يا مصري؟ اوكي بس سكر دايت. اتنين شاي سكر بره. بره ايه؟ انا بشربه سكر دايت يا سعيد مش بره. والله وحشتني يا مصري. قولي بقى عامل ايه في المصيبة اللي انا فيها دي دلوقتي؟ يا عم ما تقلقش، هنطلع لك رقم قومي في باسبور وتروح تاخد الفيزا وتسافر على طول. الكلام ده هياخد وقت طيب؟ كله دلوقتي بالكمبيوتر، خمس دقايق ونخلص ونمشي. اوكي. سعيد سعيد ارجع ورا شويه، اقلع النضاره بس. اوكي. فعلا لو مشينا بالطريقه دي كده سته كده في سته، فعلا ممكن خمس دقايق نخلص ونمشي على طول. نخلص ايه؟ ده طابور الاسانسير. ايه؟ اسانسير؟ انت متاكد؟ ايه ده؟ ما تقلقش، قلت لك كمبيوتر خمس دقايق وهنطير. تعال نشوف ده. اتفضل يا سعاده الباشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل 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 يا باشا. مش قلت لك؟ انا معايا الاستماره البطيئه بس انا مستعجل، اوكي؟ وعايز اعمل الرقم القومي ده. قومي قومي. حاضر حاضر من عينيا يا باشا. ثانك يو. بس الورق ده مش كامل، هتكمله ولا هتشربنا شاي؟ اوكي اوكي نشرب شاي بس انا صايم، فانت عايز تشرب شاي؟ اوكي سعيد شوف هات له شاي. بس كم معلقه سكر؟ خمس معالق في 20. واو 100 معلقه؟ ده ايه حصان؟ شاي يعني فلوس؟ رشوه يعني؟ رشا رشا رشا. اوكي اوكي فهمت فهمت. طيب يعني هنا كله بيدفع رشا ولا انا بس اللي هدفع؟ قصده يعني بما يرضي الله. أنا هنا بشتغل من الأول بما لا يرضي الله. أخلصك ولا تحب تقف في آخر الطابور بما يرضي الله؟ بكام رشا؟ 100 جنيه. فين بما يرضي الله؟ اتفضل يا هاني. سلامنا للباشا في أمان الله مع ألف سلامة. ايه العرق ده؟
اصلها بتمطر في اول الطابور. مطره المطره خير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يبقى عايزين بقى يا حبيبي شهاده الميلاد. ما تقلقش تخلص في 5 دقايق. سلمي على بابا وماما. مع الف سلامه. خش بقى مصري. مش ممكن تعتبرني واحد من العيله دي. خدت بقى شهاده الجيش. ما تقلقش يا مصري. 5 دقايق ونخلصه. الجيش. الجيش. عايزين بقى من حضرتك 4 صلاة 4 في 6 تكون ودانك الحلوة دول باينين فيهم. ها؟ وأنا أتصور فين بقى دلوقتي؟ عم هلال طبعا. بقولك أتصور مش أتطاهر. ما تقلقش هما إيدي سعيد. خدودك ليه بتهز كده؟ تخريم 10 دقايق كده؟ واو أوكي. تمام I'm ready. عم هلال بليز وداني لازم تبان أوكي؟ اللي يعني انا لو هرتكب جريمه هرتكبها بوداني. اهم حاجه في الصوره انك تضحك. اضحك. استنى مصر انا عايز اخد صوره معاك. دي هيعوزوها في البطاقه. اتفضل. ادي 4 صور 4 في 6 وداني مطرطره فيهم. عندنا بقى ضامن يا حبيبي. يلا 9 8 واحده واحده يا مصر. ده انا بمضي ضامن ودي مسؤوليه كبيره. اوكي خلاص خلصت. هو 9 ايه ده؟ ليه كده صورتك عامله كده في الرقم الكومي؟ ليه شكلك فظيع كده؟ ما صور بطايق المصريين كلها بالشكل ده، بس العسكري بياخد الصورة على سهوة. ليه هو عسكري واحد بيصور المصريين كلهم؟ شكلك فظيع، بلاش حاجة، في حد حد يبقى صورته شكلها عامل كده؟ ايه ده؟ بلاش حاجة، حد يتصور كده بالشكل ده؟ فاضل حاجة واحدة بس، المؤهل الدراسي. ده ممكن نلاقيه عند عم هلال؟ لا ده بقى نلاقيه في المدرسة. 5 دقايق وهنخلصه. بس بقى. أوي.